بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أختي الكريمة، أنت تتصل بالجوال وتقول السلام عليكم، أين تذهب هذه الكلمة وجوالك بلا أسلاك؟ إنها ذبذبات تتطاير في الهواء. يا لله، كم من كلمات بالملايين بل مليارات اختلطت مع بعضها البعض، وإذا بك بعد شهر أو شهرين تقرأ فاتورة جوالك وقد أحصت عليك الشركة كل مكالماتك بالدقيقة والثانية بل الجزء من الثانية، ولو أرادت أن تسجل صوتك لاستطاعت. فإذا كانت تلك شركة الاتصالات المخلوقة، فكيف الذي خلقها سبحانه؟ ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير. تسجد ويسجد معك الملايين، فتدعو فيسمعك سبحانه ووعدك بالإجابة. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فجهز أخي الحبيب، أختي الكريمة، لكتابك عملا وصلاة وإخلاصا، ولذنوبك استغفارا، لأنك حتما سترى كتابك. أسأل الله أن تأخذه بيمينك، وأسأل الله أن يرفع قدر